والآن مع كلمة أستاذ دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الرئيس أستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السادة الوزراء الأفاضل، السادة الحضور الكريم، ضيوف مصر الأعزاء، السادة المحافظين، السادة رؤساء الجامعات، السادة رجال الأعمال، وكل حضراتكم برحب بيكم جميعا. اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفضل سيادته الكريم برعاية هذا المؤتمر في نسخته الأولى ونسخته الثانية، وتوجيهات سيادته نحو الأهداف والمكونات وتطلع إلى توصيات المؤتمر ودعم قضايا الوطن الغالي. دولة الرئيس، أتقدم لسيادتكم بالشكر والعرفان لتفضل سيادتكم بتشريفنا افتتاح هذا المؤتمر، وتفضل سيادتكم أيضا بتقديم كلمة لنا والحضور الكريم. مقدرين كل التقدير ونعايش بكل دقة مما ما تقدمونه لمصر من جهود كبيرة ومستمرة من أجل الوطن والمواطن في ظروف عالمية وإقليمية ومحلية في منتهى الدقة والصعوبة. الشكر ممدوج بالدعاء وبالتوفيق ومزيد من العطاء. والشكر أيضا ممتد لكل من ساهم في التحضير والتجهيز والاستعداد والعمل لسنوات طويلة جدا لعمل النسخة الثانية من هذا المؤتمر. السؤال: لماذا مؤتمر للسياحة العلاجية أو السياحة الصحية؟ وطبعاً قعدنا في ديبيت كبير جداً، هي سياحة صحية ولا سياحة علاجية؟ والصحة، الصحة بصفة عامة تعني الصحة الوقائية، الصحة النفسية، الصحة الاجتماعية، والصحة العلاجية. الهدف واحد، لكن الاستشفاء وقاية وعلاج. الاسترخاء هو صحة أيضا نفسية وجسمانية وعلاجية. الهدف في الآخر أو الهدف المطلوب هو رفاهية الإنسان من كل النواحي، وهنا تأتي أهمية كل الجوانب المكونة للصحة. أولا، لماذا السياحة هنسميها العلاجية أو الوقائية أو الاستشفائية؟ هي كلها في الآخر الهدف واحد. طبعاً الدولة بتوجه اهتمام كبير جداً بالسياحة بكل مكوناتها لدورها الهام في دعم الاقتصاد الوطني. وسيادة دولة رئيس مجلس الوزراء أعلن إن احنا نتوقع أو الإكسبكتيشنز بتاعتنا إن احنا نوصل لـ 30 مليون سائح. السياح دول اللي بيجوا على مدى التاريخ ومتابعتنا هم نفسهم السياح اللي جايين لغرض السياحة بكل أنواعها، سواء سياحة الآثار أو سياحة البحر الأحمر أو الشواطئ أو أي نوع من السياحة. جزء منهم بيعي، اللي بيجيله حالات حادة، اللي بيجيله أزمات، اللي بيحتاج أزمة قلبية، كل ده بيلجأ للقوى المصرية الطبية في العلاج. فإذاً اللي عايز أقول لكم عليه، الاهتمام بالسياحة العلاجية ليس وليد اليوم، بل هو في خاطرنا علمياً وعملياً منذ سنوات طويلة. وأنا كنت بقول للزملاء وإحنا قاعدين، أما كنا صغيرين كنا نروح عيادات أساتذتنا، نص الموجودين من دول خليجية أو من السودان أو دول أخرى. فتجربة مصر في السياحة العلاجية ليست وليدة اليوم، لكن هي طويلة المدى.
استقبال مصر الضيوف خاصة من المنطقة العربية ومن أفريقيا سنوات طويلة ماضية وبأعداد ليست بالقليلة طالبة التشخيص والعلاج أو إجراء مختلف أنواع الجراحات، وبيحملون معهم نجاح هذه التجربة بسمعة طيبة، وما زال هذا التوجه موجود حتى الآن. يعني إحنا عندنا سياحة علاجية طبعا موجودة، اللي بيجي يعمل عمليات، اللي بيجي ياخد علاج، اللي بيجي ياخد أي نوع من أنواع الاستشفاء. وعايز أقول لحضراتكم حكاية الاستشفاء دي، يروح الحتة الفلانية، كل ده نوع من العلاج، لأن أي واحد بيعمل عملية جراحية أنت بتقول له هتاخد فترة نقاهة. الفترة نقاهة دي ممكن تبقى أسبوعين، ثلاثة، أربعة، ممكن جدا يتم هذا في إطار المكونات المصرية. آلاف الأطباء من مصر من مختلف التخصصات وكوادر التمريض والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي في مختلف بلدان المنطقة، ما زال حتى الآن الكوادر البشرية المصرية هي التي تحمل عبء الخدمة الطبية في أماكن أخرى. مؤهلين، قادرين. أنا سألت نفسي سؤال وسألته قبل كده في المؤتمر اللي فات، هل مصر قادرة على تقديم أو تحسين أو زيادة السياحة العلاجية؟ الإجابة نعم، بكل المؤسسات، وأيضا كل الشكر للمدرسة الطبية العريقة، كل التحية والتقدير والعرفان لكوادر مصر الطبية ومدرستها الطبية العريقة التي تساهم في السياحة العلاجية المصرية وخارج مصر وفي العالم كله. أصبحت السياحة الصحية بكل مكوناتها وخاصة السياحة العلاجية صناعة كاملة وتدعم الاقتصاد، وهناك دول كثيرة جدا جدا جزء كبير من اقتصادها قايم على شقين، السياحة الصحية والسياحة التعليمية، واحنا عارفين هذا. فإذا الإجابة بنعم، لأننا نعلم كاملا وهناك إيمان كامل بقدرة المؤسسات الطبية في مصر ومؤسسات ومواقع العلاج التكميلي وقيمة المواقع والمناخ والخبرة في التعامل مع ضيوف مصر، قدرة على استفادة أكبر وأعمق من هذا الجانب السياحي. وزي ما قلت لحضرتكم، هو إيمان كامل وبتجربة وخبرة بقدرة الكوادر البشرية المصرية التي استطاعت توطين كل ما هو جديد ومتطور وتكنولوجيات التشخيص والعلاج اللي بيحصل النهاردة، بيحصل امبارح بيطبق النهاردة في مصر، وكل التدخلات الدقيقة وفي بلاد أخرى كثيرة، ليس في مصر وحدها. وبناء على ذلك العمل الوطني المتكامل من منظومة الرعاية الصحية والتنسيق بجودة وفاعلية وشفافية ووضوح ورعاية وإشراف ومراقبة علميا وعمليا وماليا ومتابعة، تستطيع مصر أن تحصل على التصنيف والنصيب من هذه السياحة. الرقم كبير جدا، وأنا كنت أعمل برزنتيشن، لكن الرقم بيتزايد، مليارات الدولارات تصرف. نمرة واحد في جنوب شرق آسيا، نمرة اتنين في أمريكا اللاتينية، نمرة ثلاثة في أوروبا. أوروبا النهاردة ما بقتش هي الملجأ الوحيد. فإذا وفي إطار اتساع نطاق وقدرات قطاع السياحة ودعم الدولة الكامل، وهذا اتجاه وطني وبتوصيات هذا المؤتمر مع هذه النخبة الكبيرة من الخبراء وأصحاب التجارب العميقة، إن شاء الله نحقق المستهدف. طبعا هو أنواع السياحة في مصر كثيرة جدا، والواحد لما راجع إيه المواقع اللي ممكن الإنسان يتعالج فيها ويستشفى فيها، هي كثير جدا. إن شاء الله مع هذه التوسعات والتوقعات المستقبلية وتوقع 30 مليون سائح، فإذا حسب الإحصائيات الطبية العالمية نسبة مقدرة من هذه النسبة ممكن الاستفادة منها بالكامل في السياحة العلاجية. خلي بالكم حضراتكم، السعادة صحة، والغضب والاضطراب مرض، راحة البال صحة ودعوة،
نخلص أنه الهدف من هذا كله، الهدف من هذا العمل هو هدف وطني في سبيل مصر، وهدف وطني طالب بها قائد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي. فيجب أن نعمل جميعا من هذا الغرض. هذا المؤتمر مؤتمر علمي عملي مدعم بخبرة تراكمية من الخبراء والشركاء، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس، خبرات عربية وأوروبية وأمريكية لتبادل المعرفة والخبرة القصوى والاستفادة القصوى من هذه الخبرات في العمل ودعم منظومة الرعاية الصحية. المؤتمر 14 جلسة، 70 متحدث ورئيس جلسة، 22 متحدث من خارج مصر، من المملكة المتحدة، لبنان، ألمانيا، تركيا، فرنسا، جنوب إفريقيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، ليبيا والهند. Our guest speakers from different countries, we appreciate very much your kind contribution in our meeting, and we hope with your experiences to implement the maximum benefits in our country. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.